وصلنا إلى منطقة الجوف في شمال المملكة، والتي تبعد عن الرياض العاصمة بحوالي 1850 كيلومتر، وعن المدينة المنورة بحوالي 950 كيلومتر، وتربطها بمعظم مدن المملكة شبكة من الطرق المسفلتة، إضافة إلى مطارها الذي يربطها بالعالم والمملكة والعالم الخارجي. الجوف كان يطلق عليها سابقا دومة الجندل، وسميت بدومة الجندل نسبة إلى دومان بن إسماعيل بن إبراهيم عليهم السلام، الذي خرج من تهامة وأتى هذا الموضع وبنى حصنا من الجندل فسميت دومة الجندل، وكانت مركزا تجاريا قبل الإسلام، ومحطا للقوافل الذاهبة من اليمن إلى الشام، وأيضا ما بينها وبين العراق. وعند انتشار الإسلام في الجزيرة العربية غزاها خالد بن الوليد عام 9 الهجري في معركة دومة الجندل الشهيرة، وأسر ملكها الأكيدر فأمنه ودفع الجزية، وقد كان نصرانياً لاتصاله بالروم والشام، ولكنه نقض العهد فغزاه ثانية في حروب الردة وانتصر عليه، ودخل الإسلام مع أهلها، وأخذ معه بعضاً من أهل المدينة الذين يعرفون الكتابة والقراءة لتعليم المسلمين. كان يحيط بالمدينة في الجهة الشمالية منها سور عظيم يتجه من الغرب إلى الشرق، وهو مبني من الحجارة، يقال إنه كان للسور بوابتان، واحدة في الغرب والأخرى في الشرق، وبينهما سلسلة من الحديد تصل كلا من البابين بالقلعة، وعند مجيء أي زائر أو عابر سبيل يطرق السلسلة فتحدث صوتاً داخل القلعة، فيذهب أحد الرجال لفتح الباب. وتوجد بدومة الجندل قلعة مارد، وهي حصن قديم مبني من الصخور شاهق الارتفاع يشرف على البلدة القديمة، وقد ورد في كتب التاريخ أنها بنيت قبل ميلاد المسيح، وحاولت ملكة تدمر غزوها ورجعت من عند جدار الحصن وقالت: تمرد مارد وعز الأبلق، والأبلق قصر أثري في تيماع. وحصن مارد يتكون من عدة طوابق، منهم طابق تحت الأرض يحتوي على غرف وسراديب تستخدم كسجون ومخازن للحبوب وللمواد الغذائية وغرف للتعذيب. الطوابق العلوية كانت مركزاً للحاكم ومكان إقامته، يدير منها دفة البلاد، أما الطابق الذي يعلوه كان مخصصاً لأكيدر مع نسائه وزوجاته، وكان مفروشاً بأجود السجاد والمفروشات، وزود هذا الطابق بشرفات واسعة. أما الطوابق العليا فكانت مخصصة لجنود المراقبة، لمراقبة القادمين والخارجين من وإلى المدينة، وكانت هذه المراقبة تكفل لهم رؤية القوافل قبل وصولها. يقع بقرب قلعة مارد مسجد عمر بن الخطاب، الذي بني في زمن الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وقد صلى فيه في طريق رحلته إلى الشام وفلسطين، وله مئذنة يبلغ طولها 5 أمتار، وقد جاءت قلعة مارد في مواجهة قبلته، ولا يزال المسجد بحالته الطبيعية حتى اليوم.
ومن الأماكن التاريخية في دومة الجندل هضبة التحكيم التي وقف عليها أبو موسى الأشعري وعمرو بن العاص ومن تحتهم آلاف المسلمين ليسمعوا نتيجة المفاوضات بين طائفة علي بن أبي طالب وطائفة معاوية بن أبي سفيان. وتشتهر دومة الجندل بمنطقة العيون، وهي واد فسيح كثير الأشجار وكثير المياه التي تخرج من باطن الأرض، وقد ركبت على العيون المحابس، وعلى بعضها ركبت مضخات لتوصيل المياه إلى الحقول. منطقة البساتين، وهي منطقة خضراء تشتهر بكثرة البساتين وخاصة التين والعنب والمشمش والرمان والنخيل، وأشهر النخيل هي الحلوة والتي يضرب بها الأمثال، ومنها لو حنطة البلقة أو حلوة أهل الجوف ما تقبلوا نفسي عليها الضنازام. وهذه المنطقة كانت في الماضي مخصصة لنزهة ابنة أكيدر ملك الدومة وأعضاء أسرته. في هذه البحيرة تتصرف المياه الزائدة عن حاجة البساتين. من أجمل الأشياء في هذه المنطقة جبل الأقرع ذو الشكل المخروطي والذي يشبه الأهرامات. وعلى الطريق إلى مدينة سكاكا بالجوف تقع آثار الرجاجيل.
منطقة آثار الرجاجيل آثار قديمة على شكل أعمدة حجرية مرتفعة في شكل مجموعات، كلها مقامة على مساحة مستديرة الشكل، وربما تكون قواعد لأحد القصور أو القلاع القديمة، وسوف يكشف النقاب عنها بعد تنقيب بعثات هيئة الآثار.